الآن مع حضرة الدكتور محمد الطلري أخي العزيز وطبعا زميلي في نفس الاسم. وعلى فكرة احنا مختارين هو بالذات في يعني الاحترام اللي بقى له معنى، يعني مختار اللي حضر حتى في المحاضرة دي لأنه فعلا من أحسن الناس اللي بتعمل بالاتش 3، وبالذات طبعا الدين اللي هو أهم يمكن هو العنصر الأساسي في كل الاتش 3 في حياتنا. فلا تفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. يعني في البداية سيد هذه الكعمة بالنسبة للزميل الأستاذ دكتور صلاح، يعني أنا بعتبر بأمانة يعني صلاح قوة من طلبته الكلية، وبشكر القصة بتاعته حقيقي. احنا أنا ماسك قصة نفسهم يجمعوا على ده، مش عارفين يجمعوا حاجة، فده دليل من الناس اللي ماسكه الاسره هنا شغاله عامله مجهود كبير وبادرت للضغط، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويقول لهم ان شاء الله بالتوفيق دايما. ودي بدايه الانطلاقه الجديده للكليه. وبنشكر برضه الاستاذ الدكتور محمد ناوي اللي هو يعني قطع جزء من وقته جاي يشارك معانا مع المهام اللي عنده الثقيله، واللي احنا لمسنا النقله الكبيره للكليه بامانه من يوم ما هو مسك كل يوم في جيت الكليه. ودي حاجة جميلة، خاصة بعد الثورة بنعيش روح جديدة، بنعيش معنى جديد. واحنا عايزين نتكلم في الإيثكس، يعني عايزين نقول أول حاجة في الإيثكس، أول حاجة أنت تكون مقتنع بذاتك، دي مهمة أوي. كتير أوي وهو صغير كان بيحلم يبقى دكتور سنان، وفي البيت يقولوا له يا دكتور. وأول ما دخل كلية طب الأسنان اتعقل. ليه؟ احنا عايزين نشيل نقطة. ليه متعقل؟ ليه زعلان؟ هو اللي في المرحلة دايما ما بيحسش بالنعمة اللي هو فيها الا لما حاجة من الاثنين، يا اما تروح منه او يحصل ايه، يعديها مرحلة تانية. فأي مكان لازم فيه شوية تعب، لكن الانسان بقى اللي هو بيقدر يبص لأجمل حاجة حواليه هو النجاح. فاحنا عايزين كل واحد فينا كده اول حاجه بص لاجمل حاجه حواليك، اجمل حاجه تعيشك، اجمل حاجه في كليتك، اجمل حاجه في شغلك. وانت خارج الصبح اخرج بابتسامه جميله من خارج، عيش المعنى ده. هتقول لي يا دكتور ما انا هاجي وهحكم عليا وهيجيبوا، يا جماعه هو ما فيش حد، خلي بالك بقول لك كده قاعده الخارج يستطيع ان يغير فيك 10% فقط، 90% في ايديك، اي احداث حواليك لا تأتي 10%. يعني انت بيديك تغير كل حاجة، وانت بيديك تسمع كل حاجة. واحد جاي واحد حكيم بقول له ايه؟ بقول له انا عايز اغير العالم كله. قال له تقدر. قال له ازاي؟ قال له انت تغير. لو انت تغيرت تغير العالم كله. الكلام ده مش بعيد، ده ربنا قالين علينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا بداية عايز كل واحد فينا كده استشعر نعمة ربنا اداها لك. أنت إن شاء الله أعظم دكتور في الدنيا كلها، وأنت إنسان حاجة عظيمة. إنك في أنت ربنا خلقك وإداك كل حاجة. في بعض الصعوبات ما ينفعش، مش ممكن حاجة حلوة تيجي من غير صعوبات. ما ينفعش، يعني عشان تحس بحلاوة النهار لازم يجي سواد الليل. معروف كده لن تستشعر بحلاوة شيء ولا بحلاوة النجاح إلا ما تعيش التعب. يعني لما يشد عليك معيد شوية، لما يشد عليك دكتور، هو مش المقصود بيشد وبيعقدك وبيكرهك، لا، المقصود إن تولد راجل وتولد واحد دكتور. ده أول نقطة، كل واحد فينا لازم يستشعر إنه عظيم، وهذه العظمة ربنا اداها له، وإن المهنة دي من أعظم المهن. أحد الزملاء عمل بحث سيرش كده في النت على أشهر مشاهير العالم، عارفين وردهم ايه؟ ده جلد الاسنان. قاعد يجمع كده، يعني مثلا على بسيوني مش عارف مين، وجد فعلا دكتور اسنان من اعظم مشاهير العالم ده جلد الاسنان. يعني مش المقصود هو دكتور فلان وله موهبه اخرى وله انجاز عالمي اخر. فانا عايز اقول ان هذا الامر جربوه، انت خش على النت كده واكتبوا هذا الامر وهتلاحظوا هذا الموضوع. يبقى اول نقطه انك تستشعر هذه النعمه من الله عز وجل وانك تسعى عليها. الحاجه الثانيه انك تتقن كل ما في ايديك. اتقان طبعا، لو اقول اتقان لو امتياز،
ولو هو امتياز الناس تضحك، ولو بحاجة بكل واحد امتياز يعني ما فين السنة بقى بدأي صح؟ السنة سابقة 90 انا عايز لا انا عايز اقول حاجة انزل جوه ربنا اللي يحاسبك على الجهد اللي بذلته، ولما ورد الجهد عشان تحقق اتقان انا بقول جهد غير عادي. يعني انا اجيبلكم بس امثله تانيه عشان اوضح حضراتكم من بذل الجهد. ماشي، نبدا كده قديما وحديثا. تعالوا شوفوا ابن سينا، كلنا عارفين صح؟ كان عالم، وعالم ايه؟ طب وفلك وكل وكيمياء وكذا وكذا وكذا. ليه كتاب في الطب قعد يدرس في اوروبا 600 سنه؟ لا يعتمد الطبيب في اوروبا الا بعد ما يدرس الكتاب ده. ماشي، ابن سينا دون جاب الكلام ده ازاي؟ خلوا جابوا ايه ابنهم؟ لا اقول لكم طب بسيط خالص جابوا ازاي. كان في كتاب جه راح لما قرا في الموش اول مره في الموش يعمل ايه؟ يقرا تاني ما في الموش يعمل ايه؟ ثالث ما في الموش. انا بسال حضراتكم لو انت في مكانه هتقرا كم مره؟ مرة واحدة. ويبقى في النهاية الدكتورة ما يفهمش، هو الدكتورة ما يفهمش، هي المذكرة اللي غلسة، انت كانت رسل مع قديم، مش انتوا كاتبين ايه؟ أول مرة الكلام ده، قراءة 40 مرة، 40 مرة، وقال لنا جريسينا بس، خلي بالكوا وما فهمش، ما فهمش، اعمل ايه بقى؟ فجاب كتاب تاني للفارابي، ما وراء الطبيعة بيشرح بعض الألفاظ والحاجات دي بلا يفهم. أنا عايزك بالله عليك كده لو في محاضرة في المنتهى تعمل إيه؟ لو في جزء عام في الدوش خلاص بنقص بنقص المادة شايلها السنة خلاص مش فاهم، مش عارفين كده. أنا عايزك تعيش معنى إن ربنا عشان يديك لازم تبذل مجهود، ومش كده أنت عايز بقى تتميز تبقى دكتور حاجة عالمية، يبقى لازم مجهود مضاعف وعمل بيضاعف. شوفوا 40 مرة ماشي. انا بقى اخش واحد كده كده الامام النووي. شوفوا الامام النووي كان بيعمل ايه بقى؟ الامام النووي ده مات عنده 43 سنة، الف كتب. لما كنا نحسبه عدد كتب اللي قريتها في حياته وجدوها قد ايه؟ كل يوم كان بيألف 12 صفحة. بيألف عارفين يألف يعني ايه؟ يعني عشان يألف 12 صفحة بيقرا كام؟ 200 300 صفحة. شوف يقرا 200 300 كل يوم ويألف 12، يبقى معناه بيبذل مجهود قد ايه؟ عارفين بيذاكر ازاي؟ تعالوا شوف كان بيذاكر ازاي؟ كان بيقول يمسك الكتاب كده ويجي يذاكر. فينام، فمش عايز ينام على السرير، فراح نام على الكتاب 10 دقايق وصحى تاني. وكمل. كان ياكل في اليوم طبقة واحدة. عشان كده مفيش مكتبة إسلامية على مستوى العالم إلا ما تلاقي فيها كتاب من كتب ابن النووي، غير الصالحين، الأذكار، أي حاجة من دي. طب سليمة، شو بقى إحنا كنا كده. شوف احنا هنا، شوف غيرنا عمل ايه؟ تعالوا شوف توماس اديسون. عارفينه طبعا صح؟ مخترع ايه؟ مصباح الكهربائي. مصباح. المصباح ده كام؟ هو 1026 اختراع. ليه كام؟ 1026، احفظ. مين هو ايه؟ المصباح اللي هو ايه؟ واحد. خلاص؟ الواحد ده حاول فيه كم مرة؟ 999 مرة. حاول كام؟ 999. كان يقول له ايه؟ يا فاشل. يقول لهم انا مش فاشل، انا مش فاشل. زي ما عندي يا عم ايه انفيرشن ريميك، انت ما تشنبع السنة دي. لا، يقول لهم انا مش فاشل، انا وجدت 999 طريقة ما ينفعش نور بين المصباح. وجدت 999 طريقة ما ينفعش نور بين المصباح. وفي الدرس الثالث علمنا على اللي اتعلمه. الدرس الاول قلنا اعرف ذاتك، الدرس الثاني تدفنها، الدرس الثالث كل حاجة في حياتك خبرات لك، خبرات. أنا النهاردة جيت وقمت انفيرشن ما اتفضلش، مش هخش انفيرشن ده ومش عايزه. لا، شوف ما اتفضلش ليه، جاي بعمل اندو وما تمش، جاي بعمل كده وما تمش. دي خبرات أنت بتكتسبها، استفيد بيها. الحاجة الرابعة اللي عايزين نتكلم فيها بعد كده، ازاي نحترم المريض اللي كان بيتكلم فيها الدكتور محمد وبدأ فادي هم أوامر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من اقرب انسان لسنه الا قيد الله له من يكرمه عند سنه. يعني انت معك مريض واكرمته واحسنت معاملته،
مش هتقعد بقى تاخد ابن وراه وجالك ابن وراه واحنا مش عارف ايه او هل طلعتين واكرمه بحيث ما خلص الانترشن وبالسلامة انا بدأ الانترشن ما عرفكش ويجي دور عليك ما يسألش فيه لا انا عايزين نتعامل معاه تعامل كوالد كوالدة تعامل كأخرى مريض دور الانسان هيبقى ليك انت في مجال حسناتك فأحسن معاملته أحسن استخدامه وإلا بقى عايزين نتكلم في بعض المهارات سريعا كده في التعامل مع مريض اول حاجة وانت بتتعامل مع مريض الابتسامة ولسه المعيد معاكين عليا ولسه خارج من المحاضره مش عارف ايه واخش اتعاك معاه لازم حول نفسك قبل ما تخش على المريض انسى كل الهموم ما تخشش عليه في الابتسامه مهمه جدا الابتسامه الابتسامه ده النبي اكد وتبسمك بوجه غير صدق يعني الابتسامه تاخد حسنات يا جماعه احنا بنعمل عمل احنا بناخد اجر عليه يعني مش مجرد عمل عادي بتاخد عليه في الدنيا تاخد عليه في الاخره فابتسم لو وعايزين نتعود على الابتسام مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف مهما كانت المشكله ده لسه عاملين درجات اللي في الوش واتظلمت وما شافش الحاجه وحاطينه معلش انت خد الابتسامه وعيش معنى الابتسامه بعد كده انت بتبتسم معاه حاول تتعامل معاه باحسن اسمائه يا عم الحاج كذا وانت بتتعامل معاه مهم جدا نظرات العين يعني ايه طب اقعد اعمل حاجه طب انت عايز ايه فانا عمال اكتب ومطنش ومتسائل فيه طيب بخلص لك لا لازم يبقى وشك وش المريض مستقبله تتكلم نفس المستقبل سوا بتاعه تسمع كل كلامه وهم جدا الصغاء للمريض ده انا جاي باخد امبريشن اصغر عشان ايه لا انت مش كده باخد امبريشن انت بتقيم علاقه انسانيه علاقه انسانيه دي عايز تسمعه انا اتذكر كويس جدا جدا يعني احد قرايبنا جاء لدكتور نفس يعني كشف عند اتنين اساسا من الدم فقال لي دكتور ده بيفهم الثاني ما بيفهمش في الطب حاجه الاثنين دكاتره عاملين نفس الوشته ونفس يعني نفس الاعراض ونفس العلاج الفرق كان في ايه بقى؟ قلت له طب ايه السبب؟ قال انا قلت دخلت على الدكتور الاولاني قال لي يا دكتور ليه تعرف كذا طيب خد العلاج اهو فهتوصل كويس هو شايف حاجه شايف افسد فيها البصر ده بعد الدكتور الثاني هو دخلت عليه لا ده استاذ عمل ايه؟ سمعني انت طبعا سمعني اخبارك يعمل حاجه وعامل ايه؟ واخبار صحتك عامل ايه؟ وبدا يعمل ايه؟ بيرسونال كوميونيكيشن مهم جدا مع العيان فده بيعمل ايه؟ اصل نفسي قبل العلاج فمهم جدا التواصل مع المريض التواصل بالابتسامه بالنظر التواصل انك تسمع للمريض التواصل انك تحكي معاه من غيره يحس بالادميه لازم ترحب بيه في الاستقبال تاخده معاه وتوصله لحاجه الباب تشوفه تتكلم معاه محتاج مساعده تساعده توصله يعني انا عايز اقول فيه طرق كتير جدا الموضوع مش موضوع فلوس الموضوع مش لكن هو ايه؟ النجوه لن تدعوا الناس باموالكم بحيث النبي صلى الله عليه وسلم تدعوهم بحسن الخلق وفي حيث اخر اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجد فبكلمة طيبة كلمة انت ما ماشي احنا ظروفنا الطلبة ما تسمعش من الفلوس لكن الكلمة كويس الابتسامة كويس يبقى التواصل قلناه هو الابتسامة والنظر والاصغاء للمريض حاجة بعد كده ما تعملش أي حاجة تبين للمريض التعالى عليه احنا بنخدمكم ما كويس ان احنا مش عارفين احنا بنفعل لكم لا ده أب وضخ يبقى ده التعامل مع المريض الحاجة اللي بعد كده ازاي نحترم بعض كزملاء يعني ايه جالك عيان وكان عند واحد لا لا اعمل لك حاجة احسن ده اللي اعمله ده ايه كلام ده ما يفهمش ده مش مهم قوي 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 كلنا عوارات مفيش حد فينا كامل ومش حد فينا كل حاجة فيه كاملة لكن لما انت هتحترم زميلك هيجي ربنا هيبعت اللي يحترمك في غيرتك لما يجي واحد يتكلم معاك في غيرتك هيحترم غيرتك فالمهم جدا نحترم بعض اوعى تتكلم على زميل في غيابه قدام مريض جالك بيقول لك ده عامل فيا وعامل فيا واخد مني قول له عامل حاجه اللي حصل دوت بوجهه نظر والله لو انت عايز حاجه تعالى نتفاهم معاه وما تحاولش تجرح زميله خالص وفي نفس الوقت مش كل كلام بيقوله المريض مصدق ممكن يزود عليه 20 30 حاجه على الدكتور لكن مهم جدا ان هذا الامر راح احترام غيبة الزميل الحاجة اللي بعد كده الامانة
الأمانة دي بقى عايزين نتكلم فيها حقيقة والله. الواحد من الوقت يتكلمني كلام حبيب جدا جدا. واحد دكتور فتح متخرج ودخل عن ايه؟ تعال اشتغلك بالأوزون. ايه اشتغلك بالأوزون؟ الدكتور مغبوز لا بعملها في عيادة مش كلام نظري بعملها. وراح بدخله ومشغل التكييف شوية وموجهه عليه وقول له دي اشتغلك بالأوزون. طب ايه رأيكم بقى؟ وروح جاي وقولكش البطلة ايه اصلا بعمل لك اشعة وروح جاي برضو الجهاز عنده برضو جاي وحتى على وضعه ايه كده والاسنان ويعمل كده عايزين اه الاسنان انا مش عارف ما اقول لحضرتك قاعد يحكي لي واحد مين بيحكي شوية حاجات بيعملها في عيادته يا جماعة نعم؟ كاسات هوا دي برضو موجودة اه برضو في كاسات الهوا دي اقل برضو على كاسات الهوا على الجنجبة دي يا جماعة الأمانة اوعى اوعى تكذب على عيال ماشي ممكن تشوف في خطأ يعني تعالجه من غير ما تقول له مش هتقول له عنده خطأ ماشي عالجه مفيش مشاكل خالص لكن ما تبقاش عارف انت عارف ان ده incorrect interpretation وانت عارف كويس جدا ومعلش يا بابا انت بس تعود عليه بس شوية لا لقيت في حاجة بأمانة عليها لقيت في خطأ بأمانة تعالجه ليه الناس دلوقتي تفهم اوعى تقول الناس ما تفهمش لا بيسيبك واحد غيرك وبيسأل وبيعرف طب انت منظرك صعب قوي 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 انك لن تتحلل هذه الامانه. طيب الحاجه اللي بعد كده عايزين كده واحنا في عيادتنا واحنا خارجين خلي بالكم يعني في حاجات كتير جدا عايزه جهد وعايزه مهاره والاهم توفيق ربنا سبحانه وتعالى. توفيق في المذاكره توفيق من العيان توفيق من العمليه توفيق من ربنا يحميك عادي ممكن واحد يموت تحت ايديك انت وقبره كده ممكن يحصل حاجه مين اللي يحميك من هذا الامر؟ ربنا سبحانه وتعالى. في بعض حاجات تساعدك في هذا الموضوع. اول حاجه اوعى تنسب الامور لنفسك. لا. انسب كل حاجه لله عز وجل. وقد احسن الله بي. شوف سيدنا يوسف وقد احسن الله بي. شوف لما حتى جاب بص في حياته بص يا جماعه الكلمتين دي في القران عايزكم يعني علقوه في البيت كده. شوف وقد احسن الله بي اذ اخرجني من السجن. شوف ما قالش انا رحت السجن واتظلمت. ده انا عشت ايام سودة وزي الهباب. لا شوف اجمل حاجة في حياته لحظة الخروج واجمل حاجة بينسبها لمين؟ الله سبحانه وتعالى وقد احسن الله بيه. طب والشر اللي حصل الشر اللي حصل ما قالش يا سودة الدكتور ما يفهمش هو الدكتور هو اللي يفهمش انا اعرف احله لك. لا وقد احسن الله اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من الفجر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواني. هو سيدنا يوسف كان فيش طعم عنده ده المشكلة عند اخواته صح؟ ما قالش اخواته هم اللي عملوه لي لا ده الشيطان دخل بينا. شوف 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 الاحترام شوف الادب الادب عالي جدا. فاحنا عايزين نمسك قوتنا لله سبحانه وتعالى ونستعين بالله وبرضه لا مانع وانا بقول دلوقتي اتعود على هذا الامر لا مانع دايما يبقى لك صدقه ولو بسيطه صدقه ولو ايه بسيطه تديها لعيان اي مكان بيت ربنا جعلك حطيت مصارع السوق مش كده وبس ربنا يبارك لك. احد الناس التجار الكبار كده بدا يعمل مشروع تعمل ايه؟ عارف فكره ظريفه قوي وبعض الناس طبقوها بامانه عايزكم تشوفوها ان شاء الله ربنا يكرمكم بقى واللي الناس خففت او اللي يقدر يبقى يعمل حاجه زي كده يعمل ايه؟ راح جايب عقد كتب ايه في العقد؟ الطرف الاول الله الطرف الثاني فلان صاحب العقد الطرف الاول الشرط يبارك العمل الطرف الثاني يطلع 10% من ايراد الطرف الاول كل يوم يجي الايراد بتاعه يعمل ايه؟ يطلع 10% لله فوجد ان العمل ايه؟ بيزيد جامد جدا راح عامل عقد ثاني الطرف الاول الله الطرف الثاني فلان الطرف الاول يبارك الطرف الثاني يطلع 20% زاد اضعاف اضعاف راح تعمل 30% زاد دلوقتي بقى له مصانع في كل حته راح عامل 50% وما زال يزيد وما زال ربنا يبارك له. انا عايز اقول برضه حاجه صغيره اتعود عليها اتعود بالقلب جزء صغير حتى لو بسيط لو بسيط بس انت حابب تغرسها. سيد عائشه رضي الله عنها كان بيشوفها تعمل ايه؟ مره وقعت كده جالها 120,000 درهم ففرقتهم كلهم وهي قاعده فالخادمه قاعده وما جهزوش حاجه يصلوا عليها
نقطة جاهزة حاجة نصر عليها. هي لو فكرتينا بعد مش فاكرة حتى نفسها. ومرة خرجت عنبة. عنبة. فقولها يعني عنبة يا عنبة. ايه ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكان فيها من الذرات. تحول نفسك الى جزء ولو بسيط تخرجه. حتى لو تخرجه. بس تعود نفسك على هذا الامر. هختم كلامي انا هنا بنقطة بعد ذلك السبعة بعد. وهي انا عايزك دايما وانت بتفكر الاخلاقيات وفتنه. يبقى انت القدوة وانت نفسك. حتى لو كل الناس حواليك ما التزمتش وما عادش في اخلاق وما عادش في اي حاجة خالص. انت الوحيد. انت الوحيد. ربنا ما ذكر سيدنا ابراهيم واتخذ الله ابراهيم خليلا. خليل الرحمن. ليه بقى؟ لان ان ابراهيم كان امه. كان هو لوحده وسط الناس كلها. في التفسير بيقولوا ان لما اترمت النار وظهرت الاية ما امنش مع حد الا واحد بس لوط. فما فرقش معه. فانا عايزك كن عندك الاخلاق العالية. كن عندك البذل والعطاء. كن كريم. كن حسن الاخلاق حتى لو كل الناس وحشة. يبقى انت الحلو اللي فيهم. ليه؟ انت عايز الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. وثق تماما ان ربنا يبارك لك. خلي بالك في الكلية. ممكن ربنا يصرف عنك سوء. انت ممكن جاي على بيتك سهل. ربنا يصرف عنك هذا الامر. يصرف عنك سوء ما تعرفوش. فيروس قد كده وانت بتشتغل ممكن يجيلك. ويخليك كل حاجة تخسرها. ربنا بيصرف عنك سوء. ايه كمان ممكن ربنا يبارك لك في صحتك. ايه كمان ممكن ربنا يبارك لك بعد كده في بيتك في ولادك مش ولادك بس. يا خلي بالكم ده في حديث جميل قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يصلح بالرجل الصالح ايه كويريته يعني بلد اللي وقعت فيه تتصلح وسبع كويريته وسبع بلدان حواليه. يعني انت تبقى انسان صالح واخلاق عاليه ربنا يصلح المكان اللي انت فيه وكل المكان اللي حواليك وبس. لا وذريتك. وكان ابوهما صالحا. العلماء يقولوا ده كان الجد السابع. يعني انت لما تبقى كويس المجتمع كله هيتصلح وايه والذريه تتصلح. في احسن من كده كيف؟ في احسن من كده فضل. بس الموضوع عايز ايه؟ عايز نحط على نفسي شويه. الناس عايزه انا وازاي وانا مش عارف ايه. لا سيبك من انا وسيبك من النفس وتواضع لله عز وجل. ومن تواضع لله رفعه. وسيبك كده كويس جدا. ده انا مهاراتي مدفونه. لا لو اخلصت مهاراتك هتظهر للناس. ده انا معقديني في السكاشن. ده انا وريني. لا ربنا يكرمك. خلي بالكم سيد نص كان فين؟ كان في السجن. ايه اللي جابه بقى عزيز مصر؟ تخلصوا مع ربنا. عنده مهارات محدش يعرفها. ربنا بيجي وقت بيظهر هذه المهارات مهمة جدا. بس اصبر استعد الله ولا تعجز. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقكم وان يعينكم ونشكركم. السلام عليكم ورحمة الله. تدوس سريعة لبعض الأسئلة. السؤال الأولاني في كذا سؤال مجمع علينا. المريض بيعاملني وحش أتعامل معاه إزاي؟ وخاصة قدام الطلبة أو قدام أو كذا أو كذا. نعم أه وخاصة بيدفع أو كلام من ده. أنا عايز أقول حاجة مهمة أوي. أهم حاجة أنت تحسن. واحد حكيم جاله واحد قال له أنا عايز أسكن معاك. قال له ليه؟ قال له الناس اللي عندك أخبارهم إيه؟ أنت معاهم؟ قالوا ناس وحشين وزي الزفت ومش عارف اتعامل معاهم. قالوا الناس اللي عندي نفس الناس دول بالظبط. ما ينفعش. ده واحد تاني قال له عايز ادخل معاه. قالوا ساكن فين في حته؟ الناس اللي معاك اخبارهم ايه؟ قال ناس كويسين وزي الفل. قال الناس اللي عندي كويسين وزي الفل. فاللي قاعد جنبه بيقول له يعني السؤالين اختلفوا وناس واحده وانت نفس الاجابه. قال له انت اللي تقدر تغير في اللي قدامك. انت تقدر تغير في اسلوبك من قدامك. ممكن تخلي كل الناس قدامك وحشين وتخلي كل الناس قدامك حلوين. طبعا انماط التعامل مع البشر دي برضه لو انت عندك وقت يعني خدتها دوره اسمها انماط التعامل. يعني ايه؟ يعني في واحد يتاثر قوي بالحاجات الحسيه بيسموه حسي، واحد بالحاجات البصريه، واحد بالسمعيه. انت كل واحد من دول له تواصل معين.
الحسي بطريقه معينه، لازم تبدا تحسسه وتبدا تمنع فيه وتبدا تسمع عليه. البصري محتاج صوره، محتاج تركيبات معينه، محتاج حاجه من كده. السمعي برضه محتاج يسمع حاجه. كل واحد من دول تواصل. مهم جدا، انا عايز اكد على حاجه، انت تتقن مهارات التواصل، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، اذا هو تعدى حدوده لازم تحط قواعد ورولز. رولز مسرح حضرتك والد وكذا، في حدود 1 2 3. بعد اذن حضرتك اعمل، انا دوري ان انا اخدم حضرتك، وضم حضرتك انك تساعدني في هذا الامر. لو حصل منه موقف تعمل معاه موقف، بس الاول ابدا انت بايه؟ ابدا انت احسن اليه وخد المهارات كويسه معاه في التعامل. لو وصل معاك للتعدي ما تسمعش حاجه تعدى عليك. وما تسمع، مش عشان امضي انسان عشان اوضح حاجه يتعدى عليا، لا، تعمل وقفه وبقالك قاعده. احنا غالبا بنتعدي العيانين دايما قلق على الدور برضه، تمام؟ فانا بحلها بحاجه بسيطه، واقوم حاطط على الجرس ما تشيلوش، اصدع الناس اللي برضه، يبقى ده انت بتدي ايه؟ انذار ان الناس تسكت. طب حصلت مره ان واحد ضرب الممرضه بتاعته. تمام؟ والله من بره انا لقيت حد، انا بشتغل ايه بعد تفتح الباب، انا المريض اللي بره اللي اتاخر ده ضربه. هنا بقى انت بتتعامل بايه؟ بس انا بكلمكم اهو، ده موقف، ده مش بكلمكم ضرب الممرض ده، تتعامل بالايثك. او ايه الايثك يعني، ده موقف ممكن تتعرض، تعمل ايه ساعتها؟ هو ده النقطه. في حزم بقى ساعتها، قفلت الباب وجبت شرطه ومسكنا الراجل وعملنا محضر. هنا بقى احنا اتنقلنا من دايره الايثك لدايره النقطه، اعتذر وجاء اخوه وجات الناس كلها وتعامل. هنا ده اللي انا اقصده، في وقت انت محتاج فيرم مانيبيوليشن، يعني لو العيان تجاوز، لا هو مريض، احنا بنتكلم ريسبكت. لو انت ما حسيتش ريسبكت اعكس الموضوع، مش بقى انت هتفضل يعني ما تضربش واقعد انا متقبل ده. فلازم في اوقات مع المرضى بالذات، لو انا شايف الصوره بتاعت اللي يتجاوز معاك ده، انا بقول لهم دايما ديسميت ماشي على طول، ده اللي هو العيان البيت بالذات يعني. طيب احيانا في دكاتره برضه الضرايب بتاعتهم مثلا يجي يخش بيشنت ممكن يتعلم الكلام برضه على المجرده اللي بره، مش صح نقول مش طبعا. يا جماعه في قواعد، الانسان مش محترم ما ينفعش. بس قبل ما تاخد الخطوه دي انت قلت ايه؟ قدمت كل الاحترام وكل هذا الموضوع. هو لما يحس ان هو عشان مش محترم انت قلت معرفه، هو بيحترم بعد كده. هو ده انسان محترم فعلا، انما لو هو قال معاك موقف وانت ما خدتش موقف ولا تهزه، ده كده هو اللي بيقول الكلام ده. السؤال الثاني، مش عارف ليه اتقلب كل ما تعمل خير يعتبروه غرور، وانك شايف نفسك وبالتالي مش بيحبوك. ليه الميزان اتقلب؟ ان من احب الله احب الناس فيه. انا عايز بس في نقطه الحب دي بتاع الناس، يا جماعه ما فيش حد في الدنيا كل الناس تجمع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي خلق البشر كلهم، كم واحد بيعبده؟ 1.3 مليار. يعني ما تشغلش نفسك كتير قوي بان الناس بتحبهم تكرهني. اشغل نفسك بحاجه واحده بس، انك تقدم الخير. وانت يعني انت موجود معظم العلماء في حياتهم عدد كبير جدا منهم ما كرموش في حياتهم واتكرموا بعد ما ماتوا. بيقولوا ده مش مات ايه؟ ما قتلوه. وهذا كتير جدا. ليه؟ لان هو الموضوع انت ليك هدف وبتسعى اليه وربنا ان شاء الله يوفقك. السؤال بعد كده برضه، يعني واحد عنده ظروف تدخل في المدينه وظروف المذاكره غير مهيئه، ولهذا اضطر تاجيل بعض المحاضرات يعني الى وقت معين عندما انزل المنزل، وهذا يتراكم عليا كثير من المحاضرات. الموضوع بقى تنظيم المذاكره وتنظيم الوقت والحاجات دي، انا قلت حاجات سريعه. اول حاجه، احرص انك ما تضيعش وقت. يعني تاكل، الاكل مش ربع ساعه، اكل 5 دقايق بس. هو كده، هو الموضوع كده. انت راكب مواصله وانت جاي في المواصله وانت رايح، ده ربع ساعه بتذاكر فيها. انا عايز اقول يا جماعه، اللي بيفكر يبقى متميز يبقى لازم، هم 24 ساعه. الفرق بين واحد والتاني ايه؟ انا اتذكر كويس جدا، كنت ساكن مع مجموعه طلبه في المدينه، مجموعة طلبة منتدين، قبل ما ادخل معاكم كنت بفكر زي التذكير عادي، بذاكر وخلاص. لما لقيتهم بيذاكروا مذاكرة، الواحد فيهم كان بيقعد 17 ساعة كتاب. كنا بننزل المدينة، كان يعملوا ايه؟ كان ما يكونش في المدينة، ممنوع حد يطلع الأكل، كان يخبوا الأكل ويطلع أكله في الجو فوق في الأوضة وهو بيذاكر، عشان ما يضيعش وقت في الأكل.
لا زلت اتذكر هؤلاء الموجودين معانا ناس متعينه مجموعه كلها متعينه في الكليه اللي معانا معانا. فانا عايز اقول حاجه، ابذل مجهود، نظم وقتك، استعن بالله وربنا ان شاء الله هيوفقك. ازاي نضيع الكتاب؟ انا موضوع الكتاب ده احنا عايزين نجيب كتاب من كتابنا. احنا في الطابور ده مش كتاب. ليه كتاب؟ ليحزن. عجبا لامر المسلم امره كله خير. استشعارك بالخيريه واستشعار ان ربنا يكرمك هيضيع هذا الامر. ولو في حاجه ثانيه لطيفه يبقى العايز اعلن ان الحاجات دي بتتفاجئ على جد وتحتاج حاجات مني لو وصلت لمرحله المرض. لو وصلت لمرحله المرض، لكن ما قبل ذلك الارض ما وصلهاش كده. هو خريج كليات الخاصة احسن بكام مرة مني. والله قلنا انتم اسألوا اي حد في المستشفيات هتلاقوا مستوى الكليات الخاصة اقل كتير جدا من مستوى الكليات الخاصة. كتير جدا. انا مش هقول حاجة. اي حد متعين في المستشفى ورا اسألوهم. وهم هيجاوبوا لكم. انا اقول كام ده ليه؟ عايز ما عندك ثقة في نفسك. يا جماعه بعد اذنكم الدكتور من او بيقول بموقف معين بظرف معين. معلش معلش انت عندك 100 دكتور، ما كل دكتور له وجهه نظر، خد وجهه نظره هو. لكن انا عايز اقول لك انت بقى تعالى خد طبق الكلام ده عملي. شوف اي مستشفى خارجيه من مستشفيات العامة وشوف خريج طب اسنان المنصوره وهتلاقي افضل واحد هيمسكوا كليات مع العلم تقديرات اقل. انا مش بقول كلام من عندي، لا انا مش بقول كلام انت بس مش هنلح في حاجه. لا انا بقول لك يا رب اسالوا بره وشوفوا الموضوع. في عيب عندنا؟ عيب عندنا. العيب بتاعنا ايه؟ ما بيجيش تقديرات. انا معاكم ان تقديراتنا قليله شويه بالنسبه للكليه الثانيه، ده موضوع ثاني نتكلم فيه. لكن انت مستواك العملي افضل بكتير من اي حد ثاني. نعم. اعمل ايه ومش عارف افهم من المعيد في الديمو؟ والله انت مش عارف تبذل مجهود، استفسر، حاول مره واثنين وثلاثه. طلبك ليه ما بيفكروش يعني في خلاص الموضوع. اهم حاجه ينزل حاله حتى لو المريض مش محتاجها، مش محتاج انزل يفتح له انزل، مش محتاج امامهم يعمل له. اهم حاجه يعمل شغله خلاص بامانه. واحنا اتكلمنا فيها ومش لازم نعيدها تاني. عندي همه واشعر بقدراتي على فعل الاحسن، ولكن واقف وارجع بصعوبه جدا. يعني انا عايز اقول حاجه، عشان تحقق حاجه في خطوات تحقيق هدف. اول حاجة يبقى عندك هدف واضح. انا هدفك ايه؟ هدفك طبيب عالمي. هدفك اكاد. اول حاجة. حاجة تانية ده بيسموه حلم. تعيش بحلم دلوقتي. تصور نفسك كده انك احسن طبيب في العالم. بعد كده خطوة ثالثة تبدأ تعمل خطوات لهذا الامر. مرة واثنين وثلاثة. في الاول يبقى في صعوبة، بعد كده ربنا